بسم الله الرحمن الرحيم. انخفاض ضغط الدم هو انخفاض معدل سريان الدم في الجسم، وده بيعمل انخفاض لكمية الأكسجين والمواد الغذائية اللي رايحة لكل أنسجة الجسم. وفي أكتر الحالات هبوط الضغط مش بيسبب أي مشاكل للجسم، ولكن في بعض الأحيان بيكون مصحوب بأعراض غير مرغوبة زي الدوخة والإغماء. وفي الحالات الشديدة من هبوط الضغط ممكن بيكون مهدد للحياة، وإحنا بنعتبر ضغط الدم منخفض لما يكون أقل من 90/60. ولابد من وجود ضغط معين في الجسم علشان القلب يقدر يدفع الدم للأوعية الدموية والباقي أنحاء الجسم. وضغط الدم نفسه هو بكل بساطة إيه؟ هو القوة اللي بيضغط بها الدم على جدران الأوعية الدموية. لو كان الدم بيضغط بقوة جامدة فده بيعمل ارتفاع في الضغط، لكن لو كان الدم ضغطه ضعيف على جدران الأوعية الدموية فينتج عنده انخفاض بالضغط. والدم المفروض يوصل لكل أنسجة الجسم، يوصل للمخ وللكلى وللجلد وللأطراف وكل الأنسجة. وبنعرف أن الدم واصل للمخ كويس وأن إرواء المخ كويس لو كان الإنسان فايق ومصحصح ونشيط ومفيش دوخة. وبنعرف أن إرواء الكلى كويس وأن الدم اللي واصل للكلى تمام لو كان البول شغال ومفيش انقطاع. ولو الجلد مش باهت ومش مزرق ومش منمل مثلا، يبقى إرواء الجلد ووصول الدم للجلد كويس. ولما يكون الضغط منخفض ده بيخلي كمية الدم وكمية الأكسجين اللي بتوصل لجميع الجسم قليلة، وبالتالي بتحصل أعراض الهبوط زي الدوخة والدوار والإغماء كمان، وده كله بسبب نقص إرواء الأنسجة بالجسم. فزي ما قلنا نقص إرواء الكلى بيعمل فشل كلوي ونقص في كمية البول، ونقص إرواء المخ بيعمل دوخة وفقدان للوعي. ومن الحاجات المعروفة أن انخفاض الضغط عند شخص معين ممكن يعتبر طبيعي عند شخص تاني، لأن ضغط الدم بيختلف من شخص لآخر. في عوامل مهمة بتأثر على ارتفاع أو انخفاض الضغط، فمثلا ضغط الدم بيختلف على حسب فترات اليوم المختلفة، وده بيعتمد على عدة أشياء زي الوقت خلال اليوم مثلا. فمثلا الضغط خلال الليل وعند النوم بينخفض وبيرجع يرتفع مرة تانية عند الاستيقاظ. برضو وضعية الجسم بتأثر على ارتفاع أو انخفاض الضغط، سواء المريض قاعد أو نايم أو مستلقي أو واقف. برضو نمط التنفس ومستوى التوتر بيأثر. برضو الحالة الجسمانية العامة والأكل والشرب وهل الشخص بياخد أدوية معينة، كل ده بيأثر. الجسم في الحالة العادية بيحافظ على ضغط الدم في الشرايين في المستوى الطبيعي، لكن في حالة انخفاض ضغط الدم بشكل كبير فهنا مش بتوصل كميات كافية من الدم لجميع أنحاء الجسم، علشان كده الخلايا مش بتتحصل على كمية كافية من الأكسجين والعناصر الغذائية، وبرضو الخلايا مش هتقدر تتخلص من الفضلات بشكل كامل. والانخفاض الشديد في الضغط ممكن يعمل ضرر وتلف شديد في أعضاء الجسم، ويكون كمان مهدد للحياة، وده اسمه الصدمة. ولكن الجسم بيملك آليات وميكانيزمات عن طريقها بيحفظ وبيعيد الضغط لمستواه الطبيعي بعد ما بيرتفع أو بينخفض مع أنشطة الجسم المختلفة من مشي ونوم وحركة وخلافه. الآليات دي اللي بيحفظ بها الجسم الضغط زي مثلا تغيير قطر الشرايين الصغيرة والأوردة، وزي تغيير كمية الدم اللي بيضخها القلب للجسم، وزي تغيير حجم الدم في الأوعية الدموية، وزي تغيير وضعية الجسم. وكمية الدم اللي بيضخها القلب في كل نبضة بتتأثر بعدة عوامل، منها مثلا قوة الانقباضة القلبية، وكفاءة صمامات القلب في منع تسرب الدم للخلف، ومقدار الدم الموجود في القلب لحظة حدوث النبضة القلبية، وكمان حاجات تانية كتير خالص أكتر من كده. فكلما زاد حجم الدم في الشرايين كلما ارتفع ضغط الدم، وده طالما ظلت أقطار الشرايين ثابتة. وحجم الدم في الشرايين بيتأثر بكذا حاجة زي مستوى السوائل الموجودة في الجسم، يعني الجسم لو حصل على سوائل وإرواء كافي ولا عنده مثلا جفاف، هل في وجود تسريب للسوائل من الشرايين، فمثلا لو كانت كمية البروتينات في الجسم منخفضة جدا بيحصل تسريب للسوائل من الشرايين للجسم. وبرضو حجم الدم في الشرايين بيتأثر بكمية السوائل اللي بتستخلصها الكلى من الدم وتنزل في البول، وبرضو بتتأثر ببعض الأدوية زي مضرات البول. ويتأثر ضغط الدم أيضا بتأثير الجاذبية الأرضية، فالإنسان لما بيكون في وضع الوقوف مثلا بيكون ضغط الدم في الساقين أعلى من ضغط الدم في الرأس. ولما الإنسان بيكون مستلقي في وضع النوم فإن ضغط الدم تقريبا بيكون متساوي في جميع أنحاء الجسم. الإنسان لما بيكون واقف فالدم في الساقين بيلاقي صعوبة علشان يوصل للقلب، واستجابة لده فالقلب بيقوم بضخ كمية قليلة من الدم، وكنتيجة لده بينخفض ضغط الدم في كل الجسم.
أما لما الإنسان بيجلس أو بينام فالدم هنا بيعود بسرعة بسهولة وسرعة للقلب، وده بيحسن وبيرفع الضغط في الجسم، وده بعكس لما الإنسان بيكون واقف وبيتأثر الدم بالجاذبية. برضو لو الشخص رفع الساقين لأعلى والمستوى أعلى من مستوى القلب، ده بيزود من الدم العائد للقلب وبيرفع وبيحسن الضغط. علشان كده لما الواحد بيغمى عليه بنخليه بيستلقي وبنرفع رجليه الأعلى، كده الدم بيرجع أكتر للقلب والمخ والأنسجة وبيحصل إرواء. هنتكلم مع بعض عن حاجة اسمها مستقبلات الضغط أو البارو ريسيبتورز، ودي عبارة عن خلايا متخصصة داخل الشرايين بتشتغل كأنها مستشعرات أو رادار لضغط الدم. ومستقبلات الضغط دي الموجودة في الشرايين الكبيرة في منطقة العنق ومنطقة الصدر لها أهمية خاصة. بعد ما عرفنا كل ده نقدر نتكلم عن أسباب انخفاض ضغط الدم. بصفة عامة هنلاقي في أسباب فيسيولوجية وفي أسباب مرضية لانخفاض الضغط. الأسباب الفيسيولوجية الطبيعية لانخفاض ضغط الدم زي حاجات كتير، زي الحمل وزي الدورة الشهرية أو البريود عند الستات، وزي انخفاض الضغط الدم بعد الأكل، ده مثال لانخفاض ضغط الدم الفيسيولوجي، وفي حاجات أكتر من كده هنتكلم عنها. هنتكلم عن أول سبب فيسيولوجي لانخفاض الضغط وهو الحمل. في الحمل بتحصل حاجات كتير خالص بتوطي الضغط. بيحصل ان نظام الدورة الدموية والشرايين بتتوسع، ولما بيحصل توسع بيحصل انخفاض للضغط، وايضا اثناء الحمل بيحصل زيادة لافراز هرمون البروجسترون، والهرمون ده بيؤدي لزيادة انبساط وتوسع شرايين الجسم وبالتالي بيؤدي لهبوط الضغط. وبرضو اثناء الحمل بيحصل سوء تغذية وبيحصل قيء، وده بيؤدي للجفاف، والجفاف بيخلي حجم الدم والسوائل في الدورة الدموية قليل، وده كله بيؤدي لانخفاض الضغط. وانخفاض الضغط بيؤدي لضعف إرواء معظم أعضاء الجسم وخصوصا المعدة والأمعاء، وده بيؤدي لقيء أكتر. علشان كده في الحامل انخفاض الضغط بيؤدي الجفاف، والجفاف بيؤدي لانخفاض أكتر في الضغط وهكذا. وبرضو من أسباب انخفاض الضغط عند الحامل إنه في حاجة بتحصل بشكل فيسيولوجي طبيعي، إن حجم الدم عند الناس العادية بيختلف عن الحامل. حجم الدم عند الناس العادية بيكون من 4 إلى 5 لتر، لكن عند الحامل حجم الدم بيزيد يمكن بنسبة 50% وبيوصل من 6 إلى 7 لتر. وهنا بتحصل مشكلة، لو حصل تحت أي ظرف والدم ما قدرش يوصل للنسبة ديت، يعني دم الحامل ما وصلش حجمه ل 6 أو 7 لتر، هنا يحصل انخفاض في حجم الدم ويحصل هبوط بالضغط. وبرضه من أسباب انخفاض الضغط عند الحوامل حاجة تاني، المفروض بعد انتهاء الحمل وبعد الولادة مستوى الضغط بيرجع للطبيعي، لأن الجهاز الدوري بيرجع للطبيعي بعد حالة التمدد السريع أثناء فترة الحمل. السبب الثاني من الأسباب الفسيولوجية لانخفاض الضغط هو البريود أو الدورة الشهرية عند الستات. الضغط بينخفض بسبب فقدان نسبة كبيرة من الدم، وده بيسبب الشعور بالضعف والإياء. السبب الثالث الفسيولوجي لانخفاض الضغط هو انخفاض الضغط بعد الأكل، وده بيحصل من نص ساعة إلى ساعة وربع بعد تناول الوجبات الكبيرة، وده غالبا بيحصل عند كبار السن، لأن الدم بيتدفق بسرعة للجهاز الهضمي بعد الوجبات الكبيرة وبعد تناول الأكل. والمفروض بشكل طبيعي الجسم بيوازن عملية تدفق الدم بسرعة للجهاز الهضمي عن طريق زيادة معدل ضربات القلب وانقباض بعض الأوعية الدموية، وده للحفاظ على ضغط الدم طبيعي. ولكن الآلية دي ممكن تفشل عند بعض الأشخاص، وده بيؤدي لهبوط الضغط بعد الوجبات الكبيرة ودوخة ودوار. في أسباب فسيولوجية تانية لانخفاض الضغط زي طول فترة الاستلقاء والنوم على السرير مثلا، وفجأة الشخص بيقف، وبرضه لما الشخص بيقف بسرعة بعد فترة الجلوس ده بيعمل هبوط للضغط، وبرضه أثناء الجلوس وضع الرجل على الرجل التانية ده بيمنع رجوع الدم للقلب وبيؤدي لهبوط الضغط. دي كلها أسباب فسيولوجية لهبوط الضغط. لكن ايه هي الاسباب المرضيه لانخفاض الضغط؟ اولا مشاكل القلب زي الصدمه القلبيه، سواء كانت ذبحه صدريه او جلطه في القلب او هبوط وفشل بعضله القلب، واحيانا بيحصل هبوط حاد ومفاجئ بعضله القلب، وده سببه التهاب عضله القلب وينتج عن اي عدوى زي مثلا مضاعفات الانفلونزا او مضاعفات فيروس كورونا، وبالتالي بيحصل ضعف بعضله القلب وما يقدرش يضخ الدم للمخ والاطراف ويحصل الهبوط. وبرضه من المشاكل الثانيه في القلب زي لو في مشاكل في الصمامات او مشاكل في ضربات القلب زي تباطؤ في ضربات القلب مثلا، ده كله بيعمل هبوط في ضغط الدم. ثانيا ومن المشاكل المرضيه المهمه لانخفاض الضغط مشاكل الغدد الصماء زي مرض السكر وزي كسل الغده الدرقيه ومشاكل الغده الكظريه ومشاكل الغده النخاميه ايضا، وهنتكلم عن ده بالتفصيل. مرض السكر، السكر لو مرتفع بيحصل إضرار كتير للبول وده بيوطي الضغط.
وبرضه مرض السكر بيعمل مشاكل في الاعصاب، وده بيضعف التحكم في اتساع الاوعيه ويضعف التحكم في ضغط الدم. وبرضه انخفاض سكر الدم بيعمل هبوط، وبرضه مشاكل الغده النخاميه في المخ، ودي بتاثر وتسيطر على كل هرمونات الجسم. ومن مشاكل الغده الصماء اللي بتسبب هبوط الضغط كسل الغده الدرقيه والجار درقيه، وكمان فرط نشاط الغده الدرقيه احيانا بيعمل هبوط. ومن مشاكل الغدد الصماء المهمه اللي بتسبب هبوط الضغط قصور الغده الكظريه، وده بنسميه مرض اديسون او اديسون ديزيز. وده نشرحه بكل بساطه، ان في هرمونات بيتم افرازها في النهار وتختفي في الليل، زي هرمون الكورتيزون اللي بنسميه هرمون النشاط، وده بيفرز من الغده الكظريه او فوق كلويه. فأعلى نسبة نشاط لإفراز هرمون الكورتيزون بتكون في وقت الفجر، وبتقل تدريجيا لغاية ما نوصل للمساء وغروب الشمس، فبيتوقف إفراز هرمون الكورتيزون. علشان كده من سنن الحياة الطبيعية هو النوم ليلا والاستيقاظ مبكرا على الفجر أو الشروق. وقصور الغدة الدرقية بيؤدي لنقص إفراز هرمون الكورتيزون، قصور الغدة الكظرية بيؤدي لنقص إفراز هرمون الكورتيزون، وبالتالي ضعف النشاط وهبوط الضغط. من الأسباب المرضية المهمة لانخفاض ضغط الدم هو سوء التغذية ونقص كمية السوائل في الجسم والجفاف، وده من أهم وأشهر أسباب انخفاض الضغط، وده بيحصل بسبب الحر الشديد وزيادة العرق وزيادة المجهود العضلي والإسهال والقيء المستمر، ده كله بيسبب فقدان السوائل والجفاف، وبرضه التعرض المباشر للشمس ممكن يعمل كده. وبرضه من الأسباب المهمة للجفاف النزيف والحروق، والنزيف سواء من الجهاز الهضمي زي البواسير ودوالي المريء وقرحة المعدة أو أي حاجة تانية، وزي نزيف الدورة الشهرية أو أي نزيف داخلي أو خارجي، وبرضه أي مشاكل في المعدة زي الارتجاع أو القيء أو التهاب المعدة. والنظام الغذائي السيء زي أكل الأغذية الشبه مصنعة زي البلوبيف واللانشون والنقانق وغيرها، ودي حاجات سيئة الهضم بتؤدي لمشاكل سوء التغذية. وبصفة عامة أي حاجة بتؤدي لنقص حجم الدم بتسبب هبوط الضغط. وقلنا الجفاف والنزيف والحروق، وبرضو نضيف عليهم استخدام مضادات البول، ودي أدوية بنستخدمها لعلاج ارتفاع الضغط. مضادات البول بتعمل إضرار شديد في البول وتؤدي لهبوط الضغط، والقيء والإسهال بشكل مستمر، وارتفاع درجة الحرارة والتعرض المستمر للشمس مع المجهود الزايد والعرق الغزير بدون تعويض شرب السوائل أو أملاح، وبرضه وجود مشاكل واضطرابات في الكلى والحمى والتمارين الرياضية الشاقة أو المجهود الشاق، كل ده بيؤدي للجفاف. ولما الجسم بيفقد مية أكتر من اللي بيستقبلها برضه ده بيسبب جفاف. والتعرض للجفاف بيؤدي لانخفاض الضغط البطيء احيانا، ولكن احيانا بيكون هبوط الضغط سريع مفاجئ، وده على حسب طبيعه الجسم. وكنتيجه للجفاف وانخفاض الضغط فالجسم بيكون مش قادر على تزويد الاعضاء بالدم الكافي والمواد الغذائيه الكافيه والاكسجين الكافي. وبالنسبه لنقص الغذاء فالانيميا، وخصوصا انيميا نقص الحديد وانيميا نقص فيتامين بي 12 ونقص حمض الفوليك، كل ده بيؤدي لانخفاض الضغط. في سبب مرضي مهم لانخفاض الضغط وهو العدوى الشديدة أو تسمم الدم أو تعفن الدم أو التسمم البكتيري للدم، دي كلها مسميات لحاجة واحدة، ودي بتحصل مع التهاب مجرى الدم مثلا أو أي عدوى بتدخل لمجرى الدم، وده بيحصل لما الجهاز المناعي بيفرز مواد كيماوية لمجرى الدم علشان يحارب مسببات المرض، ولكن بدل ما تشفي المريض بتسبب التهابات عامة في كافة أنحاء الجسم. وتسمم الدم ده ممكن بيسبب انخفاض مميت في ضغط الدم لدرجة حدوث الصدمة أو الشوك. ومن الأسباب المرضية لانخفاض الضغط برضه تفاعلات الحساسية الشديدة أو فرط الحساسية، وده بيحصل بسبب أكلات معينة أو أدوية أو لدغ الحشرات. فرط الحساسية ده ممكن بيسبب هبوط شديد في الضغط وضيق في التنفس وهرش وتورم في الحلق، وممكن يوصل انه يعمل فقدان بالوعي وصدمه. في ادويه بتؤدي لانخفاض الضغط زي ادويه ارتفاع الضغط ومضادات البول زي ما قلنا، وزي ادويه مرض الشلل والعاش اللي هو مرض باركنسون، وبعض الادويه المضاده للاكتئاب، وبرضه الفياجرا والادويه اللي بتستخدم لمشاكل الانتصاب عند الذكور دي بتوطي الضغط. واحيانا بيحصل خلل في الدوره الدمويه بيسبب انخفاض مفاجئ في الضغط. وفي اسباب تانية لانخفاض الضغط زي قلة الحركة والكسل، ده بيؤدي لضعف في الدورة الدموية. ومن الاسباب المرتبطة بنظام المعيشة في العصر الحالي في اسباب حديثة بقى لانخفاض الضغط زي ايه؟ انخفاض الاكسجين في الهواء وضعف التهوية في المنازل واماكن العمل. وبرضه من الاسباب الحديثة لانخفاض الضغط الضغوط العصبية والنفسية المستمرة، ودي بتأثر على هرمون النشاط او الكورتيزون وتقلل افرازه. وفي اختبار بنعمله علشان نعرف هل هبوط الضغط ده بسبب كسل في نشاط الغدة الكظرية وخلل في افراز هرمون الكورتيزون ولا لا. الاختبار ده ان احنا نخلي المريض يقعد ونقيس الضغط وهو قاعد، بعد كده نخلي المريض يقف ونقيس الضغط وهو واقف. فطبيعي هنلاقي الضغط ارتفع بشكل بسيط لان الجسم بيحاول يتكيف مع وضع الجاذبية.
لكن لو قسنا الضغط والإناء انخفض بعد ما المريض وقف، فده بيدي مؤشر ان في كسل في الغدة الكظرية ونقص في افراز هرمون الكورتيزون، وهرمون الكورتيزون ده بيخلي الجسم بيحتفظ بنسبة كبيرة من الصوديوم اللي بيحتاجه الجسم، ومش بيخليه يفقد الصوديوم ده في البول. عشان كده مريض إديسون وده مريض بيعاني من نقص الكورتيزون وخلل في الغدة الكظرية، بننصح مريض إديسون ده انه يحتفظ معاه بكيس ملح ويفضل كل شوية ياكل منه علشان يعوض نسبة الصوديوم المفقودة. وبرضه من اسباب انخفاض الضغط التخمة وغصر الهضم، ده بيخلي الدم كله بيروح للمعدة بعد الاكل وما يروحش للمخ والاطراف، وبرضه التخمة دي ممكن يكون السبب فيها خلل في الغدة الكظرية، ودي بتعمل مشاكل في الاعصاب، والاعصاب دي المفروض بتنظم كمية الدم اللي رايحة للجهاز الهضمي وباقي الجسم. والحل هنا ان احنا لازم ننشط الغدة الكظرية، وافضل حاجة تنشطها هو فيتامين بي 1، وده هنلاقيه موجود في اللحوم والخميرة. ومن الاسباب المهمة لانخفاض الضغط هو القيام المفاجئ، وده بيعمل انخفاض مؤقت في الضغط بسبب خلل في الجهاز العصبي المستقل، وده اسمه انخفاض الضغط الوضعي او الانتصابي. لما الواحد يقف بسرعة وفجأة بيحصل دوار وزغللة وممكن المريض يقع، دي كلها باختصار اسباب هبوط الضغط.